السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من قضايا وآراء. لا يدخر الغرب جهدا في دراسة وتحليل الواقع الإسلامي والعربي، مع أنه قد استطاع التمكن من الهيمنة الاقتصادية والعسكرية على بلدان العالم الإسلامي، بل استطاع أيضا ممارسة دور كبير في التأثير الفكري والتوجيهي في كثير من المجالات العلمية والفكرية. وعلى الرغم من أن هذه المقدمة الأولية تؤدي في الغالب إلى زوال القلق تجاه العالم الإسلامي، لكن هذا لم يحدث في الواقع، بل زادت تلك الدراسات التي تتناول المنطقة بالتحليل والدراسة، مما دعا البعض إلى تسمية هذه الظاهرة بحمى الشرق الأوسط. لا يمكن تفسير ذلك التخوف الغربي من العالم الإسلامي بأسباب اقتصادية أو سياسية فحسب، ولكنه الخوف من الإسلام الذي جعل مراكز الأبحاث الغربية تدرك أن الحرب مع المسلمين الآن هي حرب فكرية حسب تعبيرهم في المقام الأول، بل ويرون أن المسلمين فيها على درجة من القوة تجعلهم يبدأون حربهم على الإسلام بدءا من الأطراف البعيدة واتجاها إلى القلب الذي يمثله العالم العربي. لا يرجع هذا التخوف من الإسلام إلى ضعف التأثير الفكري للغرب في العالم الإسلامي، ولكن لأن المرحلة المقبلة تسعى إلى ممارسة تأثير فكري أكثر عمقا يصل إلى حد التغيير والتبديل الكامل، وصولا إلى صياغة إسلام متوافق مع القيم الغربية وتابع لها بغير شرط ولا قيد، بل وقابل التغيير المستمر وفقا لما يجد من متطلبات ومطالب. لقد تخطت الدراسات الغربية مرحلة الفحص والتحليل للواقع الإسلامي، وعملت عدة مراكز بحثية على البحث على طريق التأثير والتوجيه على المسلمين ورسم خطط عملية لتنفيذ ذلك على أرض الواقع. أهم هذه التقارير هو تقرير الذي أصدرته مؤسسة راند، التي تعتبر أحد أهم المؤسسات الفكرية المؤثرة على صناعة القرار في الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. ولذلك تميل الإدارة الأمريكية الحالية إلى تبني مقترحات مؤسسة راند، وهو ما يجعل لإصداراتها أهمية خاصة في هذه المرحلة. في هذه الحلقة من سلسلة قراءة في تقرير راند سنسلط الضوء على هذه المؤسسة، حيث تاريخها ونشأتها وأهميتها لصناعة القرار في الغرب، وأبرز باحثيها، قبل أن نلقي نظرة عامة على أبرز ما جاء في تقريرها المعروف بتقرير راند. يسرنا للحديث عن هذا الموضوع أن يكون ضيفنا ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي السبعي، الكاتب والباحث الأكاديمي. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك دكتور. الله فيك. وقبل البدء، يمكنكم أيها الأفاضل التفاعل مع موضوع الحلقة بالتواصل بصفحات القناة التي تظهر عناوينها تباعا على الشاشة الآن. دكتور، أرحب بك مرة أخرى. مقدمة طويلة في الحقيقة، لكن أردت من خلالها أن أبرز أهمية مراكز البحوث في الغرب وماذا يفعل الغرب وماذا يخطط لنا. لكن قبل البدء دكتور في الحديث عن موضوع هذه الحلقة، وحتى نربط سلسلة الأفكار لدى المشاهد الكريم، أو حتى نعطي فكرة عما تم تناوله لمن انضم إلينا من المشاهدين الأفاضل في الحلقات السابقة، نريد ملخص لما تم تناوله في هذه السلسلة في ماضي الحلقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغرض من هذه السلسلة ومن هذا البرنامج أصلا هو محاولة بسيطة للرفع من مستوى التفكير لدى المشاهد، ويعني بث روح الوعي أو بث الوعي في في فيما يدور حولنا. ذكرنا في الحلقتين الماضيتين أن الصراع على أشده بين البشر عموما قديما وحديثا، وأن هذا الصراع مضبوط، كما بين الله لنا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة، بين لنا أن للصراع أدوات، وأن الأعداء لهم صفات، وأنهم يعني يمارسون بعض الممارسات وهكذا يعني. فالشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تهمل شيئا، بل من أهم ما ورد في الشريعة هو أن من التزم الحق فسيكون له خصوم، وهؤلاء الخصوم لهم صفات عقدية وصفات أخلاقية وصفات كذا وصفات كذا. نحن الحقيقة أمة مغيبة، قد سلبت يعني، قطعنا عن ماضينا، وتم توجيهنا إلى مصادر للتلقي إلى جهات أخرى. في هذا البرنامج نحاول قدر المستطاع أن نعود جميعا إلى المنبع الصافي، ومن بين هذه الأشياء التي يجب أن نعود إليها كيفية إدارة الصراع، لأن الأمة
في عمومها يعني أمة والحمد لله لا تنقصها شجاعة ولا إقدام ولا تضحية ولا بذل ولا نحو ذلك، ينقصها هذا الذي نذكره الآن، العقيدة، الفكر، من هو العدو، ما هي صفات العدو، كيف ندير الصراع. قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فنحن ذكرنا في المرة الماضية أن الغرب عموما يعني أعداء الأمة الإسلامية عموما والغرب خصوصا يعني قد تمرس في إدارة الصراع وجعل لهذا الصراع وزارات، كانت تسمى وزارة المستعمرات، بريطانيا كان لها وزارة كاملة اسمها وزارة المستعمرات. صحيح. ثم لما غابت الشمس على الإمبراطورية البريطانية وانتقل القوة وثقل الغرب إلى أمريكا، نشأت مثل هذه المراكز التي تدرس على مدى 30 و40 و50 سنة إلى الأمام، وتضع التصورات وتضع يعني المقترحات أمام صناع القرار ونحو ذلك. فنحن من أكبر الأشياء التي نريد أن نلقي عليها الضوء هي مراكز البحوث عموما، وما دورها في اتخاذ في هذا الصراع الذي يدور في 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 في, في أراضينا خصوصا وفي بلاد الإسلام عموما. والتركيز حيكون على مؤسسة راند لاعتبارات سنذكرها إن شاء الله. طيب دكتور، شكرا على هذه المقدمة. راند الآن المؤسسة التي نريد الحديث عنها هي مؤسسة راند. راند هذا اسم شخص أم اسم مؤسسة؟ من أين اشتق؟ ماذا يعني؟ نعم، هو في الغرب عادة يختصرون المسميات إلى حروف RSS CIA ونحو ذلك. فراند هي عبارة عن اختصار لكلمتين أو ثلاث كلمات، اللي هو Research and Development Corporation، اللي هو الأبحاث أو البحث والتطوير، مؤسسة البحث والتطوير أو التطوير، الترجمة ليست دقيقة لكن هكذا، بهذا مؤسسة بحثية تطويرية. هذه الحروف هذه راند هي هذه تختصار لهذه الكلمات، لكن لبها هو بحث وتطوير، البحث والتطوير. نعم، بحث وتطوير بلادهم طبعا. نعم. متى نشأت هذه المؤسسة بالضبط؟ هنا نريد أن نركز الحقيقة، يعني نريد أن نركز على هذه المؤسسة تركيزا عميقا، لأن اهتمام الطرف الثاني بهذه المؤسسة يعني شيئا. يعني انت لما تقول لنا جئت لجامعة طرابلس ويعني استدعيت لها الباحثين من العالم وانفقت عليها اموال كذا وخصصت لها ميزانية كذا، فهذا ان البلد ليبيا مثلا تعني لها المؤسسة هذه، جامعة طرابلس تعني لها شيء كثير. فاهتمام الغربيون بهذه المؤسسة سيظهر من خلال الباحثين، من خلال الأموال التي أنفقت، من خلال الأبحاث التي أجريت، من خلال. فنحن في هذه الحلقة نريد أن نركز على هذه، حتى لما نتكلم عن مؤسسة راند يعي المشاهد لماذا نحن نركز على هذه المؤسسة وما أهميتها وما علاقتها باتخاذ القرارات. ذكرناها في الحلقة الماضية لكن نريد أن نركز الآن كيف نشأت هذه. لا يخفى على المشاهد الكريم أن الصراع لم يتوقف قط، لا بين أهل الإسلام وغيرهم ولا بين أهل الكفر فيما بينهم. وقع صراع مرير، الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب أمريكا مع اليابان وحرب حروب كثيرة جدا يعني. لكن من الملفت إلى النظر أن في منتصف العقد الماضي ظهرت تكنولوجيات وظهرت يعني تقنيات لم تكن معهودة. يعني كان هناك نقلة عنيفة وقوية وكبيرة جدا بين الحروب الماضية التي كانت تعتمد على البارود وعلى كذا، وبين الحروب التي وقعت في منتصف الستينيات ومنتصف الأربعينيات ونحو ذلك، في الحروب ما بعد الحروب العالمية الثانية. ومن أعظمها، وهذا له علاقة بمؤسسة راند، ومن أعظمها كان هناك مشروع اسمه مانهاتن بروجكت. هذا كان مشروع سري، الأمريكان كان عندهم مشروع سري لإنشاء القنبلة الذرية. كان هناك مشروع تطويري، وهذا مركز أبحاث حتى هو سري، وهذا الآن أقوله للمشاهد، هذا مشروع القنبلة الذرية مضت أمريكا فيه سنوات تحت الأرض، بمعنى مخفي، مش مقصود به تحت الأرض حقيقة يعني، حتى فاجأوا العالم بهذه القنبلة. هذه القنبلة التي رآها العالم رمت بها اليابان، هذه كان قبلها هناك دراسات وجمعوا من العلماء في شتى المجالات، في علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الهندسة وعلم كذا، جمعوهم في مكان وأنفقوا عليهم الأموال في مشروع سري اسمه مانهاتن بروجكت، ويعني قاموا بتطوير هذه القنبلة حتى خرجت للعيان. فلما رموها على اليابان وانتهت الحرب بعدها بشهرين القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية رأى أن قضية التقدم التكنولوجي هذا هو الأساس في الحروب، فبعدها بشهرين فقط
اجتمع بشركة يقال لها دوغلاس لتطوير الطيران ونحو ذلك، اجتمع وعقد معها هذا العقد اللي هو إنشاء مؤسسة راند. الذي أنشأ هذه المؤسسة هو قائد الجيش، ثم صار بعد ذلك قائد لما فصل الجيش عن المؤسسات الأخرى، صار هناك الأركان وصار من تحت الأركان السلاح الجو الأمريكي. فهذا اللي هو اسمه هنري أرنولد، قائد الجيش الأمريكي وقائد سلاح الجو، هو المؤسس هذه المؤسسة، جاء لشركة يقال لها دوغلاس ووقع معهم عقد لتطوير سلاح الجو فقط. المرحلة الأولى هي لتطوير سلاح الجو. فهذه هي قضية كيف نشأت. طبعا بعد ذلك في سنة 1948 ضمت هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة راند، اللي هي تو الآن بين الجيش الأمريكي وبين شركة للطيران يقال لها دوغلاس، وقعوا عقد فانضم قرابة 200 باحث من الباحثين الأمريكيين لتطوير سلاح الجو الأمريكي فقط. البداية كانت في العمل العسكري فقط، ثم تطورت هذه المؤسسة في مجالين. المجال الأول أنها لم تقتصر على الحرب التطوير العسكري فقط، بل صار عندها اهتمامات بالحاسب الآلي وبتطوير الأقمار الصناعية وبالتصوير عبر الفيديو ونحو ذلك. حتى أن هذه المؤسسة بالمناسبة هي التي أظهرت للعالم ما يعرف اليوم بالإنترنت. في منتصف الستينات استخدم هذا الإنترنت سرا لصالح الجيش الأمريكي، ثم أظهرت هذه المؤسسة الانترنت للعالم الذي نستخدمه اليوم في شتى المجالات. أقاطعك بس لخروج إلى فاصل ثم نواصل إن شاء الله. سنخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نواصل، فابقوا قريبا منا. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلاتة عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasahtv أو على twitter.com/tanasahtv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح TV. مرحبا بكم مجددا أيها الأفاضل. دكتور، سألتك أنا قبل الفاصل عن نشأة هذه مؤسسة راند، وصلت أنت إلى نقطة أنها تطورت. نعم تفضل. هذه المؤسسة تطورت حتى أنها في فترة في حقبة من تطورها أنها رأت أنها تستقل عن شركة دوغلاس هذه لتطوير السلاح الجوي، تطوير الطيران عموما. نعم. لأن الشركة كان يعني وجد القائمين على مؤسسة راند وجد الشركة هذه أنها تميل إلى التركيز على الربح، ومؤسسة راند كان تركيزهم على التطوير والبحث الحقيقي، حتى انفصلت وصارت هيئة مستقلة حتى يقال لها غير ربحية، ولا هيئة بحثية وغير ربحية مستقلة.
نعم. وهذا كلام أيضا غير دقيق، العنوان هكذا لكن نعم. الذي يريد أن أقول أنها تطورت المؤسسة منذ نشأتها تطورا كبيرا. في البداية نريد أن نتحدث عن التطور المالي، كيف بدأت؟ كان أصل الإنشاء بقيمة 10 ملايين دولار سنويا، اللي هو سنة 1948، كانت في البداية ممكن أنفق في البداية في 45 كان مليون أو نحو ذلك، لكن في سنة 1948 صار معدل الإنفاق على مؤسسة راند 10 ملايين دولار سنويا، في سنة 66 22 مليون دولار قيمة الإنفاق، في سنة 75 تطورت إلى 60 مليون دولار سنويا، اليوم تجاوزت 100 مليون دولار، بل الباحثين أخرجوا يعني تقريرا في سنة 2007 بلغ مقدار الإنفاق في سنة 2007 إلى 223 مليون دولار. انظر، أنا أريد أن أعلق تعليق بسيط بواقعنا، يعني إحنا الآن هذه المؤسسات كما ذكرنا تطورت، يعني حتى لم يعد مجالها فقط المجال العسكري فقط، بل تطورت في أبحاث في البيئة، في الشيخوخة، في السكان، في مشكلات الأطفال، في المرأة، في مشكلات البيئة، في التلوث، في كل شيء. هذه المؤسسات ينفق عليها ما يقارب 223 مليون لتطوير هذه القضايا. نحن الآن عندنا نفط من سنة 1969 إلى 2011. أريد أن أسأل كل مشاهد ليبي، أخرجوا لنا، وأنا ذكرتها المرة الماضية أريد أن أكررها، لأن إحنا مش مشكلتنا فبراير ولا سبتمبر، ولسنا متعصبين لا لفبراير ولا سبتمبر. فبراير ما لم تفعل هذا وتطور البلد وتنشئ مؤسسات وهيئات ومراكز للبحوث لتطوير كل جانب من جوانب الحياة فهي كغيرها. الشاهد أن النظام السابق كان يملك من أرقام فلكية، لكن أين هي في تطوير البلاد؟ هذه مؤسسات تطويرية بحتية، أين هي؟ مفروض الآن ترك، أنا أول الناس أترحم عليه على النظام السابق لو ترك لنا مؤسسات وهيئات ومراكز للبحوث تطور الليبيين، لا رأوا كان عندنا الآن مئات ربما آلاف الباحثين أو العلماء ونحو ذلك، لكن لا شيء، أكلت الأموال كلها وأنفقت في الحروب وفي نزوات وفي ثارة النعرات هنا وهناك، ولا شيء من هذه. أما في جانب الموظفين فالبداية كانت بعدد بسيط من الباحثين. في سنة 1948 انضم لهذه المؤسسة أكثر من 200، هذا كلام مهم، انظر الآن قيمة هؤلاء العلماء الذين دخلوا لهذه المؤسسة. في سنة 1948 ضمت هذه المؤسسة أكثر من 200 عالم، طبعا لما نقول عالم في مستويات شتى، فكرية وسياسية واقتصادية ويعني رياضيات، طب، كل المجالات، لأنهم يدرسون البيئة التي حولهم كلها، لم يترك شيئا إلا وأخرجوا فيه تقارير كما سيأتي لاحقا. في منتصف السبعينات انتقل من 200 إلى 1500 موظف، اليوم أكثر من 1600 باحث. أنا أذكر أرقام هذه موثقة بريفرنس بأوراق بحثية، أكثر من 720 باحثا ماشي، فوق من 60% منهم يحمل درجة دكتوراه، قلنا 1600 موظف، 28% يحمل منهم ماجستير، بل من مفاخر مؤسسة راند كما ذكروا في تقارير لها مطبوعة موجودة على الإنترنت يقولوا أنهم انضم إليهم أكثر من 30 عالم في مختلف التخصصات ممن يحمل جائزة نوبل العالمية، أكثر من 30 عالم. فإذا الذي أريد أن أقوله أن هذه مؤسسة ما تحكيش على شيء، هذه المؤسسة أنا في تقديري أنا أكبر حتى من وزارات في 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 في, في أمريكا، أكبر حتى من مؤسسة. هذه المؤسسة العريقة والتي انضم لها أكثر من 1600 عالم ومنهم من يحمل أكثر من 30 عالم يحمل جائزة نوبل، أخرجت تقارير كثيرة على العالم العربي والإسلام، وتدرس فينا إحنا الآن تخش في تفاصيلنا في قضايانا وفي ناسنا في كذا، ويوصف في صناع القرار كيف يتصرفون. بوش وكلينتون وأوباما وكذا لا يعرفون شيء عن هذه، إنما هذه البحثيات ال 223 مليون التي ذكرتها وأكثر من 1600 باحث هم يدرسون فينا الآن، يدرسون يفصلون طرابلس، شن فيها وشن ما فيهاش، وين مصادر القوة وين مصادر الضعف، تركيبتها القبلية وتركيبتها السكانية، كل هذا مدروس ومفصل، يأتي التقرير في نهاية الحال إلى صناع القرار، يقال لهم إذا أردتم طرابلس خيراتها 1 2 3، إذا أردتم تحكم فيها 1 2 3، إذا أردتم إضعاف القوة فيها 1 2 3، وهكذا يعني. هذا يجب أن يكون عندنا، هذا النظام البديع يجب أن يكون عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا يتقنه. نحن عشوائيات جماعة، بالتعبير الليبي فيه في سرط دعكة هيطلع، فيه في مش عارف وين كذا يفزعوا،
هذا لا يتأتى مع مثل هذا النظام. الحقيقة ديننا دين نظام ودراسات وبحث ونظر ومشورة. وكان الدكتور راحة سياسة الفزعة دي أربكت العالم غربي حقيقة والله. الفوضى أحيانا تربك. ولذلك أحدهم ذات مرة سألني قلت له الفوضى اللي فيها التوار هذه أربكت كل الدراسات. أربكت الدراسات حقيقة. نعم صحيح. لكن هذه الفوضى لا تصنع مشروع. نعم أكيد يعني. لا تصنع مشروع. على الأقل تفسد مشاريع لهم يعني. تفسد. ولذلك إحنا هناك حتى بعض الشخصيات الآن ممن قابلتهم ورأيتهم يسألني بعض الناس يقول لي ما رأي فلان؟ قل له والله فلان مخلص فيما أحسن ولا يريد من هذه المناصب شيئا. والله أنا متأكد فيما أحسن ورأيته وخلطتهم ناس. لكن هذه الشخصيات هدامة وليست بناء. أي مشروع تبي تهدمه هو مستعد يخش فيه وهدمه. لكن تقول له تعالى نبنوا أي لبنة واحدة ما يستطيع. غير منظم، غير قابل لأن يقبل رأي الآخر، غير قابل أن يستمع من الآخر، غير قابل أن يتراجع، غير قابل كذا. فهذه شخصيات هي مربكة للطرف الثاني لكنها لا تبني. صحيح. فهذا مجملا. نعم. هذه الهيئة البحثية. نحن نسينا دكتور هذه مؤسسة راند مكانه أين يعني؟ البعض قد يتساءل علّه في بريطانيا وفي فرنسا. لا المكان. هي في أمريكا. والحقيقة لماذا في أمريكا؟ لأن هي من أول المؤسسات التي أنشئت في بعض بروز نجم أمريكا. قلنا لما ضربت اليابان برز نجم أمريكا وتقدر تقول هي الوريث لما كانت تقوم به بريطانيا في العالم الإسلامي والعالم العربي على وجه العموم. نعم. فأنشئت لها مقر في أمريكا وبدأ الاهتمام بها هناك ولها فروع تحت مسميات أخرى. من بين تلك الفروع مؤسسة راند في قطر. الله المستعان. طيب هذه المؤسسة دكتور يعني أكيد هناك مؤسسات كثيرة في أمريكا بجانب. نعم. هذه المؤسسة يعني ما أهمية هذه المؤسسة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى الموجودة في أمريكا؟ أهميتها من حيث حجمها، أقصد حجمها العلمي والفكري. نعم. وأهميتها من حيث قربها من صناع القرار. نعم. هو مثل هذا الكلام لا نريد أن نتكلم إنشائيا، وحتى المشاهد يجب أن يصبر علينا قليلا في نقل الأرقام ونقل الأشياء، لأن مثل هذه الأشياء فيها نوع من الإنصاف. لا نريد أن نتكلم نحن هكذا جزافا. ولذلك أنا ذكرت في الحلقة الماضية وهو من باب الإنصاف أن هذه المؤسسة ليست فقط لدراسة العالم الإسلامي ونهب خيراتها فقط، بل هي مؤسسة يعني قامت بالعديد من الأعمال التي ينتفع منها الناس عموما في شتى المجالات الطبية وهندسية وفلكية. قلت لك الأقمار الصناعية والتصوير بالفيديو ويعني في مجالات الطب والهندسة ونحو ذلك. فعندها الجانب حتى الجانب الفكري، هم عندهم أشياء معالجات زي ما ذكرت لك، جانب معالجة ظاهرة الشيخوخة وظاهرة التضخم السكاني والمرأة ونحو ذلك. لكن هذه المؤسسة لا أولتها أمريكا اهتمام خاص، وأنا أريد أن أنقل مما يقولون هم وليس من عندي أنا. تصفها موسوعة السياسة، الموسوعة السياسية الأمريكية، قائلة بأنها من أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا كلامهم هم ليس كلامنا نحن. ولعلي أنقل بعض الكلام الذي يعني ذكر في عدة موسوعات. ولهذا فهي اليوم أشبه بالمنظومة البحثية المتكاملة، فلديها كليات للدراسات العليا. انظر هذه مؤسسة واحدة، فلديها كليات للدراسات العليا تمنح درجة الدكتوراه في التحليل السياسي، ولديها عدة مشاريع بحثية أخرى عبارة عن معاهد ومراكز مثل مركز راند للسياسات العامة في الشرق الأوسط، ومعهد راند قطر للسياسة، ومعهد راند للعدل المدني، ومعهد راند لبحوث الدفاع الوطني. انظر التخصصات. ومعهد راند لسلاح الطيران، ومركز راند أوريو لأبحاث الجيش وغيرها. ولديها بالإضافة لمقرها الرئيسي في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا مكاتب أخرى في كل من فرجينيا وإلى آخرها مكاتب. ولديها 3 فروع رئيسية خارج أمريكا، في كامبريدج بالمملكة المتحدة، وفي بروكسل بلجيكا، وفي الدوحة بدولة قطر، وأشياء كثيرة. فقد الحقيقة مكانتها في أمريكا عريقة ولا يستطيع. قلت لك من بين موظفيها 30 موظف نالوا جائزة نوبل في الأبحاث العلمية الكثيرة المتنوعة، اقتصاد والسياسة والفكر ونحو ذلك. طيب دكتور، أنت ذكرت بأن هذه المؤسسة لها اهتمام بجوانب أخرى غير الجوانب العالم الإسلامي، لكن في بالناحية السياسية، هل اهتمام هذه المؤسسة فقط بالعالم الإسلامي أم تهتم أيضا ببعض الأماكن الأخرى في العالم يعني؟ إذا كنت تقصد الاهتمام الجغرافي فهي لديها اهتمام وأبحاث في كل العالم. أما إذا كنت تقصد الأبحاث العلمية المتنوعة
فهي أيضا رائدة في شتى المجالات. ذكرت لك أنا في الأمن القومي، في الأمن المدني، حتى في المصالحة، لهم أبحاث مصالحة والحروب التي وقعت هنا وهناك، لديها في كما قلت الاهتمام بعالم الطفل، بشيخوخة، بالسكان، بالبيئة، بالتلوث وإلى آخره. كل هذا لها أبحاث، لا أستطيع حتى أن أنقل عدد تلك الأبحاث الموجودة والمؤتمرات والندوات التي قامت بها هذه المؤسسة. لا نقصد اهتمامها بالعالم الإسلامي الآن. نعم. مثلا تقرير راند الذي نحن الآن بصدد. نعم. الحديث عنه، يعني هو تقرير ربما كما قلت نشأ عن دراية بالعالم الإسلامي. نعم. هل أيضا عندهم أبحاث عن مثلا آسيا، أبحاث عن أفريقيا، أبحاث عن، أم فقط اهتمامهم بالعالم الإسلامي فقط هو للتغلب عليه والسيطرة على العالم الإسلامي؟ هو غالب الأبحاث منصبة على العالم الإسلامي والعالم العربي، غالب الأبحاث. أما إذا كانت الأبحاث مثلا يعني حتى هو زي ما ذكرت لك المراكز البحوث هذه تقدم اقتراحات للساسة ولغيرهم، هناك اقتراحات للتجار، فهذا التجار أحيانا يذهبون للأرجنتين أو يذهبون للبرازيل، يقومون بدراسات هناك ثم يقدمون مقابل مبالغ مالية لشركات ضخمة لكذا، مثلا يوجد الخشب في مكان فلاني، يوجد مكان فلاني ممكن ينتفع به مقابل هذا. لكن ليس هذا تركيزنا، نحن المؤسسة أصلها قائمة للعالم الإسلامي والعربي كما ذكرت لك. هذا له سبب، لأن كان التحدي الأكبر لأوروبا هو العالم الإسلامي المتمثل في الخلافة العثمانية. حتى سقوط الخلافة العثمانية هذا كان له دور للهيمنة على العالم الإسلامي، وهو الورثة التي انفضت عنها الخلافة العثمانية التي كان من بينها ليبيا أيضا يعني. نعم. طيب باعتبار هذه مؤسسة عريقة وكما ذكرت فيها أعداد كبيرة من الباحثين، نريد ذكر لي أهم أو أبرز الباحثين في هذه المؤسسة. أنا لو تسمح لي دكتور نريد أن أذكر بعض عناوين التقارير التي مهتمة. طيب. بالعالم الإسلامي. طيب لا بس. حتى لأن إحنا زي ما ذكرنا على المشاهد يصبر علينا حتى نبين، لما نقول إحنا مؤسسة ترند بيعطونا دليل أنها هي فعلا زي ما تقولوا أنتم. إحنا مش قلنا أن هي اهتمامات على المسلمين وعلى تفكيرهم وعلى خيراتهم على كذا، بنذكر لك تقارير منشورة عندهم. نعم. تقارير، لما نقول تقارير قد يكون كتاب. نعم. مش مجرد تقارير ثلاث صفحات أو أربع صفحات، قد يكون كتاب كما هو تقرير راند، هذا كتاب وعبارة عن شيء كبير يعني 270 صفحة. نعم. نعم. سأذكر مباشرة التقرير الذي نحن بصدده الذي عنوانه إسلام حضاري ديمقراطي. شوف هذوما الآن هو ما مش نتكلموا فيه كثير، لك كعنوان هو نحن في صدد الحديث، أصل الحلقات هذه هو هذا العنوان إسلام حضاري ديمقراطي شركاء وموارد واستراتيجيات، هذا العنوان وتحته كلام كثير سيأتي الحديث عنه، لكن من العنوان تستطيع تعرف أن تتخيل هم يريدون إسلام ديمقراطي حضاري ويريدوا شركاء وموارد واستراتيجيات. تقرير بعنوان العالم المسلم بعد أحداث سبتمبر، هذا عنوان، انظر وانت بناء شبكات مسلمة معتدلة، غير مشتمل عليها التقرير. لا هذا هو تقرير آخر. لا تقرير أخرى. هذا أيضا لو أتيحت فرصة تحته أشياء كثيرة أوصت بها مؤسسة راند ونفذت بحذافيرها في العراق وفي أماكن أخرى، بل حتى في السعودية. السعودية هناك أشياء ذكرت في التقرير ونفذت حرفيا هناك. قلنا العالم المسلم بعد أحداث سبتمبر، بناء شبكات مسلمة معتدلة 2007، الاتجاهات الفكرية في العالم العربي، يدرسوا شن في عندنا احنا كيف نفكروا، أمازيغ، متطرفين، جهويين، شرغاقة، غرابة، أشراكسة، مش عارشيني، كل هذا يدرسوا فيه. الشعور بالحصار، الجغرافيا السياسية للإسلام والغرب، الإسلام والغرب، البحث عن أرضية مشتركة 2006، أفغانستان، شوفوا نوصلين أفغانستان، توطيد أركان الدولة المارقة. طيب دكتور مهم أن نطلع على هذه الأشياء حتى يعرفوا هؤلاء حتى يعرفوا المشاهدين كيف يفكر هؤلاء. هذه تقارير أنفقت عليها ملايين الدولارات باش يخرجوا بتوصيات. نعم بارك الله فيك. سنخرج إلى فاصل أيها الأفاضل ثم نعود إليكم، فابقوا قريبا منا إن شاء الله. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام والضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل
وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح دوت تي في. مرحبا بكم مجددا أيها الأفاضل. دكتور، كنت سألتك عن أهم أبرز الباحثين في هذه المؤسسة، لكن قبل ذلك كنت تذكر لي بعض العناوين التي أصدرتها هذه المؤسسة عن العالم الإسلامي حتى يدرك السادة المشاهدون أهمية ما نحن ما نتناوله الليلة. نعم، هو استعراض هذه العناوين فيه إشارات لما نعيشه اليوم. ذكرت ثانيا مثلا أفغانستان توطيد أركان الدولة المارقة. أفغانستان فيه شيء مارق، اللي هو ما فيش دولة، فيه طالبان جت ومشت وتناحر الميليشيات، فيه توطيد. كيف نوطدوا الدولة المارقة هذه؟ هذا حتى هو يمارس الآن فيه. انظر هذا بلا الديمقراطية والإسلام في الدستور الأفغاني الجديد، هذا تقرير في سنة 2003 واقعه نعيشه اليوم هنا. الإسلام في شمال القوقاز، المثال الشيشاني 2003، شمال القوقاز نضال روسي طويل لإخضاع الشركس. ماشي، فهم إيران تقريره، فهم إيران 2009، إيران وأمن الخليج، عناوين خطيرة للغاية. الجزائر الدولة الأصولية القادمة في سنة 96، الأمن في شمال أفريقيا، التحديات الداخلية والخارجية، مدرسين احنا سنة 93، تقرير الأمن في البحر الأبيض المتوسط، الآفاق الجديدة والآثار المترتبة على السياسة الأمريكية، تقرير تمرد المسلمين المالويين جنوب تايلاند، شوفوا نوصلين فطاني من مناطق تلك 2008، تقرير وسط آسيا الجغرافيا السياسية الجديدة، ركز على هذه، تقرير تركيا تتجه للشرق، بتولي يعني تتجه للشرق، التوجهات الجديدة نحو الشرق الأوسط والاتحاد السوفيتي القديم 92، تقرير صعود الإسلام الإسلامي في تركيا 2008، تقرير مشكلة العرب الفلسطينيين لاجئين، القومية الفلسطينية، القومية الفلسطينية سواء إلى آخره، المرأة القطرية في مجال العمل، دراسات أنماط الخصوبة، تغيير التوجهات العسكرية في شواطئ وإلى آخره، العلاقات السعودية المصرية، دراسات كلها مبحوثة هذه، الإدارة العليا في مصر هيكلتها وجودتها ومشاكلها، حركة كفاية، المزيد من الحرية القليل من الإرهاب، التحرير والعنف السياسي في العالم العربي، صوت الجهاد بعباراتهم احنا 2008، الحديث مع العدو احنا ماشي، كلها هذه تقارير لا أول لا ولا خير. ثم في بعد 2011 لما أرادت أمريكا بتغزو العالم الإسلامي، انظر العناوين هذه، مكافحة التمرد في العراق، تطوير قطاع الأمن في العراق، هذا كله مقدم للجيش الأمريكي التقارير هذه، خيارات السياسة الأمريكية في العراق، دور أمريكا في بناء الأمة من ألمانيا إلى العراق، دور الأمم المتحدة في بناء الأمة من الكونغو إلى العراق. هذه أمثلة مبسطة كلها دراسة العالم الإسلامي من الكونغو إلى 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 جنوب تايلاند إلى قوقاز إلى إلى تركيا إلى السعودية إلى مصر، كل هذا مدروس ومش في جانب سياسي أو شيء مهم. المرأة، الخصوبة، التحديات الأمنية، الإرهاب، الأصولية، كل هذا مدروس تحت هذه المؤسسة العريقة. ولذلك نجح الشيخ في غزو العالم وفي السيطرة. بالمناسبة في الأدبيات الروسية في الأدبيات الروسية، لأن حتى هذه صلة المؤسسة هذه تسلطت على حتى الاتحاد السوفيتي. في الأدبيات الروسية يطلقون على هذه المؤسسة مؤسسة الدمار والموت. مؤسسة الدمار والموت، هي لأن هي كل ما تراه الآن من قرارات أمريكية 80% من هذه المؤسسة. نعم صحيح. من هم أبرز الباحثين دكتور في هذه المؤسسة؟ خلينا ننقل نبرز الباحثين دقيقة بالله، لأني أريد أن أنقل شيء. أيوة نعم، أولا قلنا قائد الجيش الأمريكي اللي مؤسس هذه المؤسسة، قائد الجيش الأمريكي اللي هو الجنرال هنري أرنولد، القائد الأعلى للجيش الأمريكي والمؤسس الأول لواحد قائد السلاح الجوي، أيضا هتعين حتى السلاح الجوي. طبعا ذكروا أسماء كثيرة كلها حائزة على أنا بنذكر شخصيات معينة لضيق الوقت، بس ذكروا أسماء كثيرة جدا حائزة على جائزة نوبل، لكن أريد أن نركز على بعض الشخصيات منهم. هنري كيسنجر،
هذا كان وزير الخارجية السابق، وزير الخارجية الأمريكي، هذا أحد خريجي هذه المؤسسة، أحد خريجي، وهذا الثعلب. نعم. هذا الثعلب السياسة الأمريكية اللي خطط واللي يرسم وكتاباته اليوم ثم يعني كتاباته ومؤلفاته الفرص الضائعة ونحو ذلك هي التي يعني المعمول بها في السياسات الأمريكية. ماشي، فيه رامسفيلد اللي هو وزير الدفاع الأمريكي السابق، كونداليزا رايس إحدى الباحثات التي تخرجت من هذه المؤسسة، فوكوياما المفكر هذا الياباني نهاية التاريخ أصلا ياباني، كل هذا المهم كما ذكرت مجملا 1600 باحث باهي، منهم 30 حائزين على جائزة نوبل، وكثير منهم بلغ إلى شد الأمن القومي الأمريكي وشد وزارة الدفاع وشد وزارة الخارجية وشد وزارة، ومنهم من كانوا رؤساء جامعات وحائزين على جوائز وعلى أماكن علمية مرموقة جدا. طيب دكتور، هو السؤال اللي يطرح نفسه الآن، لماذا اهتمام هذه المؤسسة بالعالم الإسلامي بالذات؟ لماذا؟ هو احنا ذكرنا في الحلقات الأولى أن الصراع حقيقته مع الإسلام وغيره، ويدركون هم تمام الإدراك أن ما سوى الإسلام هو باطل، وقد تتفق هذه الأمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنها تجتمع علينا الأمم قاطبة، تجتمع على أهل الإسلام قاطبة. فهذا الخلاف الذي تراه بين الصين وأمريكا وبين أمريكا وروسيا وبين كذا، هذا خلاف ظاهره حقيقي، ولكن إذا جد الجد فهم سيتفقون على أهل الإسلام. فالحق له أعداء كما ذكرت لك أنا، يعني هذه الدول التي تراها هي كالأفراد البسيطة الذي حولك، كل سارق وكل مفسد وكل مرتش وكل شارب للخمر يكره من يمتنع عن ممارسة هذه الأشياء. فالحق المتمثل في الشريعة الإسلامية يكرهه الجميع، كل هؤلاء يكرهه الجميع، فلذلك تفكيكه وتفتيته وعدم الرجوع، لأن العالم الغربي هذا كله عانى الويلات من لما كانت للإسلام قائمة من جنوب فرنسا إلى أقصى نقطة في الصين ونحو ذلك، هذا كله كان يخضع إلى الشريعة الإسلامية وكان يخضع إلى الدولة الإسلامية. فلكن لما يعني تأخرت الأمة هذه واندحرت وتفرقت وتمزقت، هم الآن الاهتمام هذا كله حتى لا تقوم للإسلام قائمة مرة أخرى، فإذا قامت يعرفون أن هذه المسميات كلها ستنتهي بما فيها ما يسمى بإسرائيل وبغيرها. فهم قوة أهل الإسلام تكمن في رجوعهم إلى دينهم وقيامهم تحت غطاء واحد اللي هو قال له الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية. فلذلك هم يكتبون التقارير ويعني يتابعون الشخصيات ويتابعون الهيئات والأموال وكل شيء حتى لا تقوم الإسلام ده، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره يوم ما سيقوم للإسلام قائما إن شاء الله. دكتور، طيب تقرير راند، لا نصل إلى تقرير راند حتى يعني هو لن نتناوله في هذه الحلقة. نعم. إن شاء الله سنخصص له الحلقة القادمة بإذن الله في هذه السلسلة، لكن السؤال الأول، هذا التقرير الذي أنت ذكرته هو إسلام حضاري ديمقراطي، هكذا عنوانه؟ نعم، إسلام حضاري ديمقراطي. متى صدر هذا التقرير بالذات؟ متى صدر هذا التقرير؟ صدر في 2003. 2003. نعم. طيب هل هناك حادثة معينة وقعت في العالم؟ هو كما ذكرت لك، يعني هل هناك حادثة معينة وقعت في هذا العالم حتى جعلت هذه المؤسسة المعروفة مؤسسة راند تصدر هذا التقرير الشهير بتقرير راند؟ هو كان العمل على قدم وساق، لكن حادثة 2011 هذه اللي هو بتاع 11 سبتمبر، صار العالم الغربي يتعامل مع الإسلام، مع العالم الإسلامي بنوع من المكاشفة، ولذلك حتى قال هذا بوش إما معنا وإما مع الإرهاب، ثم سنعلنه وقال سنعلنها حربا صليبية ثم اعتذر عنها. كانت هذه التقارير والمؤسسات البحثية تشتغل في الظلام وتخرج تقارير للمختصين فقط، لكن بعد ضربات 11 سبتمبر وظهر للعيان من هؤلاء ولا أي شيء يتبعون، فصارت هذه الاهتمامات ظاهرة وبارزة. ولذلك كما ذكرت لك، أمريكا صارت تريد أن تجتاح العالم الإسلامي، فقدموا لهم هذه الدراسة التي بنى عليها كثير من صناع القرار الأمريكي قراراته. نتكلم في صلب الموضوع. إيه نعم، هو الآن دكتور أنت ذكرت تقرير راند، ذكرت بأن عنوانه هو إسلام حضاري ديمقراطي. نعم. شركاء موارد استراتيجيات. نعم. هو قبل ذلك دكتور، هو اسمه يعني المؤسسة اسمه مؤسسة راند. نعم. والتقرير الآن في المعروف عندنا نسميه تقرير راند. نعم. هل لماذا تقرير راند؟ هو أنت الآن ذكرت عشرات البحوث. هو هذا لشهرته وظهوره ويعني يعني ولا تمثل. عفوا، إذا سمعت تقرير راند
كأن هذه المؤسسة لم تخرج إلا هذا التقرير، مع أنك الآن قبل قليل. أنا أريد أن أقول شيء حتى لا يفهمني المشاهد، حينما تقول الحج عرفة ولا تمثل طبعا الحق بالباطل، لما تقول الحج عرفة يعني أعظم ما في الحج هو عرفة، الوقوف بعرفة. فأعظم ما في هذه المؤسسة من تقارير تهمنا احنا كمسلمين هذا التقرير، لأنه بكل بجاحة يتكلمون عن كيفية التعامل مع الإسلام والسيطرة عليه مع أهل الإسلام. ولذلك لما نغوص في بعض عناوين هذا التقرير سترى عجبا. طيب، هذا التقرير بعنوان إسلام حضاري ديمقراطي، شركاء موارد استراتيجيات، يعني في حوالي بقي 5 دقائق أو 6 دقائق دكتور، نريد يعني كمدخل لهذا التقرير الحديث عن هذا. 5 دقائق بقي تقرير، 5 دقائق هو تو الآن. إحنا قبل الدخول إلى عناوين هذا التقرير نريد أن نقول شيء مهم للغاية، مهم للغاية جدا، ألا وهو هي القضية، مش قضية أنك أنت تقوم بكتابة تقرير أو دراسة أو بحث، هي هل هذه الدراسة التي نحن بصددها قائمة على منهج موضوعي علمي أم قائم على أحقاد نفسية ودراسات غير قائمة على المناهج العلمية المعترف بها في أمريكا نفسها. هذه هي القصة، هذا ما سنبينه في الحلقات القادمة إن شاء الله. أما أنك تكتب تقرير، فكل هؤلاء يبحثون ويكتبون تقارير، هم يكتبون التقارير العلمية حينما يكون الأمر متعلق ببلادهم، متعلق بحضارتهم، متعلق بتطورهم، متعلق بكذا. هذا ما سنبينه بالدليل، مش كلام شفوي فقط. يعني هم الآن حينما يريدون تطوير سلاح الجو ستكون هناك دراسات بحثية دقيقة قائمة على السنتيمتر في المختبر وفي كلام علمي دقيق، لكن في هذا التقرير لا توجد هذه القضية، وسنبينه بالدليل. نحن الآن حينما نريد أن نتكلم على موسوليني مثلا، لا نأتي ونقول مجرم فقط. إذا أردت أن تقوم دراسة لهذه الشخصية، هتلر مثلا، سنقول مثلا إذا كان هو شجاع لابد أن نذكر أنه شجاع، إذا كان هو يعني كريم بمعنى يغدق على أصحابه لابد أن نذكرها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا من الإنصاف، نحن دين، هذا نتكلم عن دين نحن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى أصحابي، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا الإنصاف، ولم يكن مسلما في ذلك الوقت، ولم يكن، كان نصرانيا. وهذا الإنصاف لا يوجد في هذا التقرير إطلاقا. ولذلك انظر العناوين، أنت سنتكلم هم الآن، هو لماذا هذا التقرير؟ هم قالوا نريد أن ندرس العالم الإسلامي ونصنفوه عقائد، أفكار، أفراد، مؤسسات، أشياء ونتعاملوا معها. شنو أعظم ما عند الإسلام؟ القرآن، جاءوا للقرآن فدرسوه، بمعنى أنهم كتبوا تقرير عن القرآن. هل هذا التقرير حقيقي أم أخذوه من المستشرقين أم أخذوه من المنحرفين أم جاءوا لأهل الإسلام لتفسير ابن كثير وتفسير الطبري وأخذوه بمنهجية؟ هذا ما سنبينه في الحلقة القادمة أو بعدها إن شاء الله. ثم جاءوا إلى السنة وجاءوا إلى النبي، أعظم مصادرنا وأعظم مقدساتنا، جاءوا إلى القرآن درسوه، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته وحياته وأشياء درسوها وقدموا لنا نموذج. نريد أن نرى ماذا كتب التقرير ثم نبين ما هو الحق الذي يخالف هذا التقرير. ثم جاءوا إلى السنة النبوية، أعظم ما عندنا القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم، السنة، هذه الثلاثة درسوها ثم قدموا توصيات لصناع القرار. هذا في الحلقة القادمة وفي الحلقات القادمة سنبين ماذا قالوا وماذا عندنا نحن، هل هذا حقيقة الذي قالوه أو لا. ثم جاءوا إلى المجتمع الإسلامي وقسموه إلى تقسيمات، المعتدلون، التقليديون، الإرهابيون، الأصوليون وهكذا. ثم أوصوا قالوا إذا أردتم التعامل فعاملوا مع هذا الصنف الذي سيأتي الحديث عنه، سيأتي الحديث، قال ادعموا هذا الصنف، ولذلك دعموه، بل قالوا انشأوا لهم حتى مؤسسات مجتمع مدني بالتفصيل الذي نراه اليوم موجود عندنا في ليبيا هنا، هذا مكتوب بالنص. قسموا المجتمع إلى طبقات، وضعوك أنت وأنا في خانة، وضعوا من يرفض الشريعة في خانة، ووضعوا من كذا في خانة، ثم قالوا إذا أردتم الدعم فادعموا هؤلاء، سموهم بالاسم، سنأتي الحديث عنهم في الحلقات القادمة. جاءوا إلى موضوع المرأة أيضا درسوها وقدموا بحث وقدموا توصيات وهكذا يعني. وجاءوا إلى الجنايات في الإسلام اللي هو الحدود، كيف تعاملوا معها أيضا. فكل الشاهد من الحديث، كل هذه المقدسات وهذه الأحكام التي في ديننا درسوها دراسة، حق أو باطل هذا موضوع سنتناقشه، لكن درسوها دراسة وافية ثم قدموا تقريرا، ثم قدموا نتيجة هذه الدراسة في هذا التقرير، تقرير راند، وقدموه لصناع القرار وقالوا إذا أردتم أن تفعلوا كذا فاتخذوا كذا، وإذا أردتم أن تفعلوا كذا فافعلوا كذا. هذا ملخص ما في هذا التقرير وما جاء فيه.
تفصيله سيأتي الحديث عنه. طيب دكتور، بقي دقيقة ونصف تقريبا. نعم. خلاصة الخلاصة ما ذكره اليوم. نعم. خلاصة ما ذكره اليوم أن الصراع بين الغرب والشرق أو بين الإسلام وغيره ليس قائما على عشوائيات. يخطر لفرنسا اليوم جيت تقصف، ولا أمريكا جيت تقدم مندوب، ولا تتقدم اقتراحات، ولا تعترف بحكومة ولا ترفضها. ليس الأمر كذلك. حتى مواصفات الحكومة التي تريدها إلى ليبيا فيه مواصفات تتجاوزها ما يشوفوا لكش بكر، تخرج منها لا يعترف بها. ولذلك المؤلم، ولعلي أخرج منها المؤلم، أن عامة الناس ماشيين بهوى ما يريده الآخر. اللي موصوف هنا قالوا ادعموهم، عامة الناس يبوهما، واللي يطلع عن النص هذاك يتهموه بأن دار الإفتاء والله إسلام سياسي، والله مشوهون، مسدود الباب من قبل الناس نفسهم، من قبل الناس نفسهم. خلاصة الأمر أن التحكم في العالم الإسلامي ما هوش قائم على عشوائيات، بل العالم الغربي أنفق نجباء من أبنائه من الباحثين وقدمهم لدراسة العالم الإسلامي. 30,600 باحث، منهم نسب عالية كثيرة جدا عندهم شهادات عليا من دكتوراه وماجستير، ومنهم من حاز على جائزة نوبل أقل شيء 30، ومنهم من تخرج من هذه المؤسسات من تقلد مناصب عليا في الدولة كوزير الدفاع وكوزير الأمن القومي كرئيس وخارجية ونحو ذلك. هؤلاء كلهم درسوا العالم الإسلامي وقدموا تقارير لصناع القرار، ونحن في غفلة عن مثل هذه الأعمال. هذا ما نريد أن نبينه للناس والمشاهد حتى يعلم أنت أين تقف من هذه ما يجري من هذه المؤسسة وأعمالها وبحثها. أنت مصنف عند تلك المؤسسة، أنت مصنف يا أما معتدل يا أما متطرف يا أما كذا ونحو ذلك. خلاص الوقت. أشكرك شكرا جزيلا دكتور علي رحوم السباعي على ما تفضلت به، كما أشكر كل فريق العمل الذي أخرج هذه الحلقة وبثها على الهواء، أخرج هذه الحلقة وتم بثها على الهواء مباشرة. وأشكركم أيها الأفاضل على حسن متابعتكم، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.